النهاردة عاملين مع بعض الفطير المشلتت السريع البسيط السهل. بصوا بضغط عليه كده طال ازاي من الخلطة السحرية بتاعتنا الجميلة اللي احنا حطيناها. محدش يصدق ان من ورقة رقاق طلعنا منها الكلام الجميل ده كله، من غير بقى ما تتعبي نفسك ولا تلفي ولا تعجيني ولا اي حاجة. النهاردة هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وهيعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت السريع جدا جدا، من غير ولا عجن ولا فرد ولا خبز ولا الكلام ده كله. خلاص احنا النهاردة هنعمله بطريقة سهلة بسيطة جدا، مش هتاخد معاكي 10 دقايق وهتكوني عاملة احلى فطير مشلتت. معايا اول حاجة هنعمله النهاردة بالرقاق، فمعايا لفة رقاق ومعايا بقى الخليط الجميل، الخليط السحري بتاعي اللي هيخليه يطلع معايا فطير مشلتت طري ولذيذ ومسكر وحاجة كده لا يعلى عليها. الخليط اللي انا هدهن بيه الجليش الرقاق عفوا. معايا كوباية سمنة بلدي، ومعايا علبتين زبادي، ومعايا نص كوباية لبن، ومعايا 4 معالق سكر، ومعايا معلقة من البيكنج باودر، معلقة متوسطة كده علشان يبقى هش كده معايا وجميل وما يبقاش مكتوم. وهننزل بقى بمعلقة كده من البيكنج باودر وهنخلط الكلام الجميل ده كله مع بعضه، ويبقى كده خليط الدهن بتاعنا بقى جاهز. بصوا بقى الخليط بتاعنا الجميل ده بقى كريمي وناعم ازاي بعد ما ضربته بالمضرب السلكي كده. الزبادي طبعا هي اللي هتخلي الرقاق بتاعنا طري وجميل وهيبقى زي الفطير بالظبط. النهارده انا حبيت اعملها لكم بالطريقه السهله البسيطه دي علشان بقى ولا تعجني ولا تلتشي ولا تشيلي ولا تحطي ولا اي حاجه ولا تتعبي نفسك، وهتطلع النتيجه زي نتيجه الفطير واحسن كمان. دلوقتي بقى معايا الصاج بتاعي فرشاه ورق الومنيوم كده علشان يسهل عليا الغسيل بعد كده. ممكن تستخدمي الصاج عندك عادي من غير ما تفرشيه ورق الومنيوم، ممكن تحطي ورق زبده ودهنته دهنه بسيطه من السمنه. ومعايا بقى دلوقتي لفه الرقاق بتاعتي الجميله دي، نفتحها مع بعض. هناخد بقى الورقه بتاعتنا الجميله دي كده ونحط هنا على طول في الصاج ونبدا ندهن بالشكل ده. بعد بقى ما دهنت كده الورق بتاعي نص لفه الرقاق دهنتها بالخليط بتاعي الجميل دوت زي ما انتوا شايفين. بصوا ناعم وجميل ازاي، وطبعا الفوم اللي هو في الخليط دوت من البيكنج باودر، عشان كده هو هيطلع معانا باذن الله هش وجميل وطري ولذيذ ومسكر وفي نفس الوقت ولا تعبنا نفسنا ولا اي حاجه واخدنا النتيجه بتاعت الفطير المشلتت بالظبط. معايا بقى الحشوه لو حابين تحشوه اي نوع مكسرات عندكم. انا معايا شويه جوز الهند وزبيب وشويه سكر عشان يبقى مسكر كده وجميل. هقلب بقى الخليط الجميل ده كله مع بعضه كده بسرعه بسرعه. هناخد بقى بعد ما فردنا الحشوه بتاعتنا الجميله بالشكل ده، هناخد بقى ورق الرقاق بتاعنا ونبدا نرصه بالشكل الجميل ده كده، وندهن برضو من الخليط بتاعنا بالشكل ده لحد ما اخلص بقى بقيه ورقه الرقاق، وهنشوف هندخلها الفرن مع بعض ازاي. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما خلصت ورقه الرقاق بتاعتي الجميله بالشكل ده دهنتها بنفس الخليط من على الوش، ودلوقتي بقى هنقطعها كده تقطيعه حلوه وهندخلها الفرن بتاعنا على درجة حرارة عالية جدا، اعلى درجة حرارة على الشبكة لحد ما تاخد لون حلو من تحت، وبعد كده نطفي من تحت ونشغل الشواية من فوق تاخد لون ذهبي جميل. وهنشوفها بقى مع بعض هنقدمها ازاي وهيبقى النتيجة بتاعتها عاملة ازاي. وده كده شكل الرقاق بتاعنا الجميل، هو مش رقاق هو بقى فطير. بصوا طري ازاي، بصوا بضغط عليه طري ازاي، طري وهش وجميل ومسكر وفي منتهى الجمال واخد اللون الذهبي الجميل. بصوا معايا كده
طبعا هو مش ظاهر في الكاميرا زي ما عندي هنا، ذهبي ولونه جميل ويعني مش قادرة اوصف لكم ريحته جميلة قد ايه. بصوا فتشير فتشير، يعني مستحيل حد يقول ان دوت رقاق. دلوقتي بقى هنقطع حتة مع بعض واوريكم التوريقات من جوه وقد ايه هو طري. تعالوا بقى نشوفه من تحت كده وانا بطلعه شكله عامل ازاي. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا من بره مقرمش ومن جوه طري وجميل ومسكر، وبصوا يعني ريحته في منتهى الجمال وطعمه بقى حاجة كده ولا في الأحلام. بصوا من تحت اخد اللون الذهبي الجميل ازاي، سامعين القرمشة، مقرمش من بره ومن جوه طري جدا. بصوا بقى الحشوة الجميلة بتاعتنا، الزبيب وجوز الهند والتذكيرة بتاعته مظبوطة جدا. تعالوا بقى نشوف الطبقات بتاعتنا كده. بصوا طبعا هو لسه سخن مولع، فانا مش عارفه بس اوريه لكم، كل ما بيبرد كل ما بيبقى متماسك معانا اكتر واكتر. بصوا التوريقات، بصوا الجمال والحلاوه، مستحيل بقى حد يقول لي ان دوت مش فطير، ده فطير ونص كمان. بصوا الجمال وطري جدا، بصوا باين من الطبقات ان هو قد ايه طري ومن بره مقرمش ازاي وجميل. اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم. الطريقة دي مش هتلاقوها غير حصري وعندي بس هنا، اول مرة تشوفوها على اليوتيوب. طريقة سهلة وسريعة وبسيطة جدا وطعمها حكاية جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.